أستاذ عوض، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك انا كنت في من يومين كده حلمت حلم، يعني فجأة كده قمت من النوم ففي ناس اموات وفي ناس حية وولاد عمي على مش عارف، كنت مش فاهم الحلم ماشي ازاي عامة، يعني اه، كان ملخبط معايا كده شوية. انا هحكي لك الحلم فيه ايه. الحلم فيه فتنة وفي كلام كتير وفي اشاعات كتير وفي انقسامات وفي هي فتن بتحصل حوالينا. قبل ما تعرف اي حاجة او تاخد الكلمة وتعمل حسابك فيها وتبني عليها اي افكار او اي حاجة، اتأكد الاول من مصدرها وربنا يهدي الحال يا رب.